صباح الخير مشاهدينا، فترة بث مباشر مواكبة لكل التطورات التي يشهدها لبنان منذ 17 من تشرين الأول. المرحبة العادية جمعت رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة في الاحتفال المقتضب بعرض عسكري في وزارة الدفاع في العيد 76 للاستقلال، والمراحب والبهجة ونفحة الحرية جمعت ووزعت جمهور الحراك في قلب العاصمة بيروت وعلى الشاشات في العيد 76 للاستقلال، وعلى رجاء أن يحل الاستقلال السابع والسبعون بدولة جديدة ناجزة. عمليا المخاض عسير والحكومة العتيدة غائبة أو متوقفة على نوع تأليفها. هل تكون مستقلة تكنوقراطية كما يريدها الثوار، أم تكون تكنو سياسية كما يسعى أهل الحكم وأنصاره لتكون دوليا؟ إجماع على دعم استقرار لبنان وإنقاذ وضعه ومطالبة بالإسراع بتأليف حكومة. أحدث هذه المواقف أتت من موسكو في وقت كان أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها. أما اقتصاديا والأهم، فالحديث واحد في كل المجالس وبين جميع اللبنانيين يتربع على رأس الأزمة الدولار، العملة الصعبة، العملة الخضراء، أو بالأحرى العملة النادرة والمفقودة. كل هذه التطورات من السياسة إلى الاقتصاد إلى المسار في المستقبل لهذا الحراك الذي يشهده لبنان في كل المناطق بشكل عارم نناقشها في هذه الحلقة من لبنان اليوم مع الناشط في مجموعة سائرون الأستاذ نادي قماش. أستاذ نادي، بداية صباح الخير. صباح الخير. نحن اليوم مشاهدين. يا أهلا وسهلا. اليوم هو اليوم 38 على انطلاق هذا الحراك اللي كان نقطة مفصلية في تاريخ لبنان. إذا بدك لأول مرة من 2005 لهلأ عم نشوف هيك حراك يتخطى كل الطوائف، كان أكبر بكثير من ما شهده لبنان في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بداية حضرتكم موجودين بالساحات، قبل ما نحكي عن موضوع الساحات بما أنه انهينا المقدمة بموضوع الدولار، طمني عن الدولار. بالواقع الأزمة الكبرى الحالية والحرجة جدا اللي نحن أمامها هي أزمة الدولار. هذه الأزمة اليوم بشكل عام تختص بأنه بعض المصارف اللبنانية لا تريد أن تعيد أو أن تعيد قسم من الأرباح التي أخذتها عنوة وبطريقة تركيب الطرابيج من المودعين اللبنانيين عبر هذا النظام المصرفي الذي أدى فينا إلى ما نحن عليه اليوم. فنحكي دغري وبالمباشر، صار ما عم يخفي على الناس أنه هناك مجموعة من المصارف هربت قسم من أموالها ولا تريد أن تعيد أو لا تريد أن تتفاعل مع هذه الأزمة الموجودة. يعني نحن اليوم عندنا أزمة 4-5 مليار دولار مفروض يتأمنوا ليكون في حركة نقدية بالسوق. هو هذا المبلغ اللي تم تهريبه، يمكن 5 مليار دولار اللي تم تهريبه. تم تهريبه فعلا. تطلع الأزمة على العالم. وهلأ في صراع، خلينا نحكي يعني ما عاد كثير مخبى، في صراع بين حاكم مصرف لبنان وبين بعض هذه المصارف تيوصلوا ليأمنوا قسم من هذا النقد. المشكلة بالأساس هي النظام المصرفي بحد ذاته، التوجه الاقتصادي اللبناني الذي بدأ بالتسعينات إلى حد اليوم. هذا النظام المصرفي اللي أدى فينا لمجتمع غير منتج، لمجتمع استهلاكي بالكامل، هو برأيي سبب أساسي وعميق بإنتاج هذه الأزمة. بالتالي نحن مطالبين هلأ بالتركيز على هذا الموضوع، هو الموضوع الحرج اللي أمامنا مباشرة، واللي إذا ما تجوزنا نحن أمام مشكل اجتماعي وانفجار اجتماعي كبير سيأتي علينا بالويلات الاجتماعية، لأنه بالنهاية بعدم وجود المال، بحالة فقر مستشري، الناس بس تجوع، ما رح تطلع بنفس الطريقة اللي طلعنا فيها بالبدايات، ما رح نطلع لنظاهر بطريقة سلمية. مع الأسف نحن أكيد مع سلمية الحراك، ولكن الواقع الحالي يقول أن الناس رح تطلع تكسر. حنحكي عن موضوع سلمية الحراك وكيف رح يستمر هذا الحراك، ولكن حضرتك عم تقول الناس إذا بتجوع رح تثور أكثر، يعني نحن هلأ قادمين على مرحلة فقدان السيولة في السوق عم تقصد؟ أو نحن بحال فقدان سيولة اليوم، نحن ما عندنا مصاري، يعني كمية الكاش اللي كانت بنك نوت اللي كان موجود بالسوق
قبل شهرين بلش ينفقد، وصلنا لهذه المرحله لاسباب عديده، لها علاقه بجشع بعض الصيارفه، لها علاقه بالتهريب لبرات البلد، ولها علاقه بخوف الناس الطبيعي. يعني الناس بس تخاف بشكل طبيعي هربت مصرياتها، شيعة بيوتها، بس بطل في تداول. بيوتها في 3 مليار تقريبا بالبيوت، ايه يقال هذا المبلغ، ما عندنا احصاءات دقيقه يعني، ولكن بكل الاحوال اليوم عندنا في ازمه نقد حاده مش موجوده، بتروح لوين ما كان ما في دولار. ونحن العمله عندنا كمان ما هي، نحن ببلد مدوله بالاساس. بالضبط. الازمه الكبرى انه نحن ما عندنا امكانيه نستورد بالمرحله القادمه. وراح يكون عندنا فقدان لبعض السلع ولاكثريه السلع، بالتالي راح نبلش نلاحظ نحن انه نحن في حاله من السوداويه بالوضع الاقتصادي اللي راح يلقي بظلاله على كل الناس. هيدا رح يؤدي بالتالي اللي بلشنا نشوفه من حالات انتشار للسرقة، من حالات لفقدان الأمن، وهو بعتقد الخطر الاجتماعي القادم. هلق هل هالشي رح يعطي موجة انفجار اجتماعي جديد يشكل ضغط جديد على الحكومة، أم سيحول هذا الحراك أن يلتهي عن الهدف الأساسي اللي قام من شانه ونتجه باتجاه الناس تفتش على أمنه؟ هذا الخطر اللي جاي. حنرجع نحكي عن موضوع الاقتصادي مطولا، ولكن خلينا نبلش من الساحة، ساحة رياض الصلح أو ساحة الشهداء اللي حضرتكم كمجموعة سائرون عم تتواجدوا فيها بشكل دائم، ومواكبة لهذا الحراك، أو إذا بدك الانتفاضة، لأنه البعض بيقول لك لا مش حراك هو انتفاضة هو ثورة. بداية شو التسمية اللي بترضيك كسائرون؟ نحن من الأساس عم نقول نحن في حالة حراك شعبي، انتفاضة شعبية. لم نصل إلى مرحلة الثورة، لأن الثورة يجب أن يكون لها أدواتها ومشروعها. وهذا المشروع يجب ان يكون واضح، تلتم فيه الناس وتتجه يعني تنضوي خلاله ضمن الناس وتتجه باتجاه تحقيق مشروع واضح. نحن لسنا في ثوره، نحن في حراك ياخذ الطابع الثوري ببعض الاحيان، وهي كلمه ثوره هي كلمه يمكن جميله على السمع، مشان هيك يمكن تبنيها، ولكن بواقع الامر نحن في حراك. قصدك الثوره بتكون فيها اجمالا شوي دمويه هيك؟ الثوره هيك بتكون، يا بيكون في ثوره عسكريه يعني يسمى انقلاب، يا بتكون في مجموعه من الناس عندها مشروع سياسي. الناس بتيجي على مشروع سياسي، بينما ما حصل عندنا لا، مختلف تماما. الناس طلعت نتيجه الضغط الاقتصادي في لحظه تاريخيه ما استثنائيه. هذه الناس بس طلعت بلشت تنظم شؤونها، ولكن لم تصل الى مرحله ان تنتج مشروعا، وهذا احد نقاط الضعف الرئيسيه اللي نحن كثائرون عم نحاول دائما نعلي الصوت فيه. عم نتميز فيه يمكن بهذه الفتره، وفي جدل حول ارائنا واتهامات مختلفه، ولكن نحن عم نتميز عن باقي المجموعات. يعني اليوم في كذا مجموعه، في لحقي، في من ما بعرفهم كلهم، في كثير مجموعات. عم نلاحظ انه انتم كثائرون عم تتميزوا بالطبع بارائكم عن باقي المجموعات اللي عم تطالب ب اغلاق الطرق، يمكن بدات القصه منهم من اغلاق الطرق. يعني نحن كان لنا موقف واضح ان اغلاق الطرق ادى دوره الى حد اسقاط الحكومه، انما بعد اسقاط الحكومه بالشكل وبالمضمون نحن قلنا ببيان واضح، من يغلق الطرق عليه ان يمتلك السلطه الاخلاقيه على فتحها، من يمتلك السلطه على الطلب من الناس النزول الى الشارع عليه ان يمتلك السلطه الاخلاقيه على الطلب من هؤلاء الذين يغلقون الطرقات على فتحها امام الحالات الانسانيه وامام الوضع الاقتصادي اللي عم بيستشري يوم بعد يوم. مشان هيك وقفنا بشكل واضح وعلني ومباشر ضد تسكير الطرقات، واعتبرنا هذا قد يقودنا الى تمرد، والتمرد قانونيا يحق للدوله ان تقمعه. وغير هيك نحن كمان بلبنان عندنا جمله من التناقضات، يعني نحن بالنهايه لنا بدوله فيها حكم واحد، دكتاتور واحد، ولنا بدوله اصلا متفقه على هويتها. نحن قبل 17 تشرين عندنا مشكله هويه من 1200 سنه، من قرنين، مرورا بلبنان الكبير، مرورا بالميثاق الوطني، مرورا بكل الحروب اللي انتجها هذا النظام، وصولا الى اليوم نحن عندنا ازمه هويه. فبالتالي من يظن انه بلبنان يمكن ان نتغافل عن هذه التناقضات يمكن يعني هو واهل. لهيك قلنا بده يكون في سقف اساسي بتحركاتنا، هو سقف الثوابت الوطنيه. من الثوابت الوطنيه الا ننجر الى فتنه مذهبيه. اي خروج الى الشارع وقطع طرقات اولا يساعد السلطه، لانه الناس بس تفقد امنها بتصير تفضل السلطه الظالمه على الحراك، لانه بصير تفتش على امنها. طيب البعض بيلاقي انه باغلاق الطرقات اليوم كمان، يعني بوقت معين اغلاق الطرقات شكلت عامل ضغط على السلطه ل مش تحقيق بعض المطالب اذا بدك، لي ان تقدم ما يرضي هذا الحراك. يعني اليوم في عنا حراك صار بالساحات بكل المناطق اللبنانيه، صار في عنا اغلاق طرقات على اثرها استقاله الحكومه.
صحيحة ولا يعني هذا الضغط الشعبي اللي صار أدت إلى أنه رئيس الحرير لأ أنه الشعب منه راضي عنه. ما في شك أنه هو سلاح قوي جدا وتعطيلي، ولكن كمان نحن عم نقول التالي بهذه الأزمة ضمن اللي حكيته عن التناقضات، هل يمكن أنه نحن نتجه نسكر الطرقات على بعضنا؟ هل يمكن أنه هذه الحراك الشعبي أن يشكل عامل ضغط إيجابي؟ طيب وهو النتائج شو؟ ما لاحظنا نحن أنه البيئة اللي كانت حاضنة لهذه التحركات الشعبية تلاشت نسبيا، قلت. ما كمان بدنا نشوف نحن كل المجتمع اللي يعني انتم تلافيا للاصطدامات اللي شهدناها كمان، لانه اغلاق الطرق كان له تداعيات يعني كان له تداعيات، وكنا شاعرين بخطر، وكان يعني ما في حدا الا ما هو اللي بيعرف تماما واللي بيقرا سياسي التناقضات السياسيه اللبنانيه بيعرف ان قطع الطرقات قد تؤدي بنا الى كارثه اجتماعيه ولا انفجارات. لماذا تحدثت عن الخوف من فتنه مذهبيه، علما انه اللي موجودين بالشارع اليوم يعني يتخطون كل حدود الطائفية والمذهبية، وعم بيقولوا انه كلنا سوا متحدين اليوم حتى نحقق مطالب العيش بكرامة بلبنان، لماذا تحدثت عن موضوع الخوف على الحرب المذهبية اذا بدك؟ طيب بدون تخويف وبكلام عاقل، اللي نحن اللي خرجنا للشارع واحد الاسباب اللي خلتنا نخرج للشارع هذا الكلام اللي حضرتك عم تتفضل فيه، انه نحن بلحظة استثنائية اخرج اللبنانيين اجمل ما عندهم وكسرنا كل القيود والهيكل النظامي الطائفي اللي كان موجود ومزروع فينا نحن، كنا يعني كان اللبناني يشعر انه في مزرعه وكان في حاله ياس واحباط قبل هذا الحراك. هذا صحيح وخرجت الناس على هذا الاساس، ولكن هل بقي الامر كما هو بالاول 5-6 ايام؟ هل هو مثل بعضه؟ لا، نحن انا بعتقد انه اختلف الموضوع. بمعنى باول 4-5 ايام كل اللبنانيين بما فيهم كل الفئات من بيئه المقاومه الى اقصى الشمال الى كل مكان كانت كل الناس حاسه انه هذا لاول مره تخرج على كل حال. انت كنت كاتب بوست عن تحديد المطالب، هلا بنرجع له صحيح عن عقلنه المطالب او لننطلق للمشروع. فاذا هذا بالبدايه، ولكن بعد منه انا بنلاحظ انه هناك بالمناطق وهناك راي اخر، انا لاحظت هذا الشيء وهذا الراي اذا بدي افكر فيه كحراك كلاعب سياسي جديد علي انه انظر لكل الشعب اللبناني لكل هذه التفاصيل لاقدر فعلا شكل حاله جديده جامعه في لبنان. لشكل حاله جديده جامعه بدي اسمع كل الناس ومن كل المناطق وهواجس كل الناس. على هذا الاساس كنا نتكلم، اذا اردنا ان ننجح علينا ان نفكر كحراك لبناني، ولا يعني مش انه نتقلد فقط انه والله بدنا نعمل ثوره ولازم تكون نصف ثوره ومش نصف ثوره ونصير نجيب كلام فلاسفي وانه اوكي انا احترم هذا الشيء. يعني انت مش مع فضفضه العناوين الكبيره اللي طلع فيها الحراك؟ بلى، خلينا نقول شغله، كل العناوين اللي طلع فيها الحراك نتبناها وتخاطبنا وتخاطب كل لبنان، من الغاء الطائفيه السياسيه الى تعيين اخر موظف فاسد في الدوله. هذا متفقين عليه. ما قصدته اسقاط النظام، ولكن اسقاط هيدي هي النقطة الأساس اللي نحن عم نحكيها بمنتهى الصراحة. شو يعني اسقاط النظام؟ هل يا ترى اللي قلناه، هل يا ترى نحن قادرون على اسقاط النظام وإعادة إنتاج سلطة في لبنان؟ يعني مثلا شو المطلوب؟ المطلوب إنه نروح نحن على نشيل رئيس الجمهورية ونحل مجلس النواب ونعمل شي لقاء أو استفتاء في الشارع؟ هذا كلام وهمي. نحن نعتقد إنه الطريق الوحيد لإنتاج تقدم ما هو الطريق الدستوري، اي انه نحن ننتظر ونضغط باتجاه قبل الانتخابات، نضغط باتجاه تشكيل حكومه عبر استشارات نيابيه، وهذا تشكيل حكومه بده يمر عبر المجلس النيابي نفسه بالضبط. فليش نحن بدنا نحط الامور بغير نصابه او مسار الطبيعي، الا اذا هناك من يعتقد انه هو يمتلك قوه عسكريه ما قادر يضب كل هالطبقه السلطه السياسيه اللي متجذره واللي هي عمليا عندها جمهورها وعندها ناسها وعندها أساليبها وعندها مالها. مش معناتها نخاف منها، لا، نحن كسرنا حاجز الخوف، نحن انطلقنا باتجاهها ونحن نعلم أن هي تركيبة فاسدة، ومش بس فاسدة يعني هي فاحشة في هذا يعني الفساد. هي لم تتمكن من إنقاذ البلد، الأداء السياسي للأحزاب كان أداء طبيعي. خاطئا مش بس أداء خاطئا، هن عملوا يعني عملية استثنائية بنوع الفحش اللي تصرفوه وخاصة بالسنوات الأخيرة. ولكن بس لكفي الفكرة، نحن بدنا نفوت الاطر الدستوريه لنغير، نحن هيك قناعتنا. قناعتنا انه لا يمكن التغيير العام الشامل بلبنان لانه نحن امام بنصير امام انفجار. طيب اذا بدنا نحكي عن الاليات الدستوريه اليوم، حضرتك عم اذا حكيت عن عقلنه هذه المطالب وهذا الشيء كثير جيد، يعني لانه قليل ما تلاقي حدا عم بيقول نحن بدنا نعقلن هذه المطالب. اذا بدنا نحكي عن اليات الدستوريه اليوم لاحداث تغيير ما في النظام اللبناني، اذا بدي بلش ستيب باي ستيب، شو اول شيء بدي شكل حكومه، خلينا نروح
كيف ممكن تصير الأمور إذا عندك تصور من تشكيل الحكومة إلى أين سنصل وبعد قديش كثائرون أنتم بتشوفوا؟ نحن عم نقول التالي واضح. نحن عم نقول التالي، نحن نطالب رئيس الجمهورية بالإسراع والضغط باتجاه الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومي وتشكيل حكومة. هناك رأيين اليوم بالحراك، لا أعلم مدى قديش التعمق وقديش هيدي الرأيين قارين أبعاد المطالب طبعاً. هناك رأي يقول نحن بحاجة إلى حكومة تكنوقراط، وهناك رأي يقول نحن بحاجة إلى حكومة ولكنه ضئيل، نحن منه نتبنى نوعا ما اللي هو تكنو سياسي. الرأي اللي بيقول بدنا تكنوقراط صار كأنه عم يروح، هو كمان صار في انقسام بالبلد عمودي سياسي نوعا ما، انه اللي بيقول تكنوقراط كأنه رايح باتجاه تنفيذ الشروط الأمريكية اللي بتقول بدنا حكومة تكنوقراط مشان ما يكون موجود فيها المقاومة، وبالتالي المقاومة متوجسة من هذا الموضوع. حكومة تكنو سياسية عم بتطالب فيها المقاومة وعم بيطالبوا فيها اطراف ثانيه بها بيكونوا وزراء دولي، خلينا نحكي الواقع مثل ما هو، هذه اياها انه لتضمن انه ما يكون في التفاف على سلاح المقاومه بالفتره القادمه. هذا عنوان واضح جدا للكل. نحن اللي عم نقول التالي، ما في الحراك بالنهايه هلا يعمل كل شيء دفعه واحده، هذا بالمبدا. ثانيا، نحن بهمنا محتوى الحكومه ولا يهمنا شكل الحكومه، لانه حتى لو كانت حكومه تكنوقراط، هل حدا يضمن انه هذا التكنوقراط لا ينتمي ضمنيا الى راي سياسي معين؟ اعتقد انه هذا بده يسمون الاحزاب بكل، بده يسمون الاحزاب، بده يسميها الكتل النيابيه، بده يصير في اتفاق ولا يصير في مشاورات. هذا الامر بحاجه لامرين، بحاجه انه السلطه السياسيه انها تاخذ قرار فيه، وهي عندها تناقضات ومشاكلها، ومع الاسف الشديد لا زالت في المربع الاول قبل 17 سنة. هلا مع بعض بعد مش عم تحكي مع بعض حتى يعني ما يصلنا من معلومات انها تتناقش بعض بالقصص بحصص الفساد اللي كانت دارجه. هذا من اكثر الاشياء يعني المخزيه اذا بدنا نقول. والحراك كمان مطالب انه يكون عنده مشروع. طب انا اذا بدي روح فاوض او روح قول شو بدي، ما بدي يكون عندي انا منسق مشروعي بالاساس وعم روح قول شو بدي. طيب نحن بهذا الموضوع عم نقول المهم هو محتوى الحكومه والبرنامج اللي بتعمله، مشان هيك قلنا بدها تعمل خطوات محدده، ومنشان هيك ما رحنا نفرض شروط هل تكون تكنو سياسي او تكنوقراط، خلينا نقول من الاخر، فلتكن ما تكون، المهم ان تقوم بالدور التالي. اولا مواجهه الازمه النقديه الحاليه مباشره، ثانيا مواجهه الازمه الماليه، اي تخفيض، اي القيام بالاجراءات المناسبه قانونيا وبالفرض على حاكميه مصرف لبنان كحكومه ان تقوم باجراءات مناسبه لتحويل الاتجاه من نظام مصرفي يعمل على زياده العقليه الاستهلاكيه الى بدء تشجيع الانتاج، ثم تنتقل الى مرحله اخرى هي انتاج اقتصاد. انتاج اقتصاد يعني بدها تحط مشاريع محدده، بدنا نروح نغري على ملفات اساسيه في البلد، ملف الكهرباء. هل يا ترى اذا هالحراك كله سوا بعد 30 سنة احد الاشياء المخزية ببلدنا اقتصاديا هي موضوع الكهرباء، 30-40 مليار دولار صرفوا على كهرباء، معنا كهرباء شغلة استثنائية، يعني ما صارت يمكن بالتاريخ ان يكون في هذا الاسراف في هذا السرقة بهذا الشكل، وما عندنا اصلا انتاج للكهرباء. فاذا وهذا الموضوع ممكن يجيب 500-600 مليون دولار عبر البي او تي، عبر استجاب شركات من المانيا من الصين من اي مكان. بالنهايه في ملف كهرباء يجب ان يخرج من التداول الفساد يلي يصبح انجازا على راس الكهرباء وملفات ثانيه، وعندك ملف النفط، وعندك ملف البيئي، وعندك ملف القضائي، وعندك كل الملفات. فاذا هناك ملفات حثيثه اساسيه يجب ان تتجه الى الحكومه كحاله طارئه. نحن هذا اللي بدنا اياه، ونضغط على اساسه، نضغط على منفي السلطه السياسيه وعلى منفي المجلس النيابي اثناء تنفيذ هذه المرحله الانتقاليه لتنفيذه. رقم اثنين، بدنا نتجه للموضوع السياسي اللي نحن بدنا اياه، الا هو ان ننتج قانونا انتخابيا اخر غير القانون الانتخابي الطائفي اللي نحن انتخبنا مؤخرا على اساسه، كان كارثي بكل معنى الكلمه صراحه، لانه هذا القانون جذر الميثاقيه، او جذر اذا بدنا نقول ما يسمى بالميثاقيه، هي بالاحرى هي شركه، هي اتفاق طوائف بين بعضها على نحر الناس. فنحن لابد ان نخرج من هذا الى قانون انتخابي جديد. سينتج هذا القانون الانتخابي، سينتج عبر المجلس النيابي كمان مشان ما يكون، ولكن تحت ضغط الشارع. ساعتها بيكون نحن خلقنا فاعليه. اللي صار عنا استاذ انه نحن بهيدي الفتره خلق دور سياسي جديد او لاعب سياسي جديد في لبنان، اللي هو الحرق. الشعب الشعب كان نايم، كنا نحن عايشين بحاله من الاحباط. خلينا نحكي الواقع، بعد 17 تشرين وجد حالي او لاعب سياسي اجبر المتفقين تاريخيا
على حكم البلد بدون سياسي أن يعملوا سياسي. فمشان هيك ارتبكوا ارتبكوا وما بدهم يشتغلوا سياسي لحد هاي اللحظة. نحن هيك شاعرين بعضنا. على كل حال رح نفصل هذه المواضيع بعد أكثر بعد الفصل، لأنه في رئيس الجمهورية بدنا نحكي عن دعوة رئيس الجمهورية للحراك، رح نحكي عن حضرتك عم تقول سائرون مع حكومة تكنو سياسية، أنتوا أقرب. نحن أقرب بهذا الطرح لأنه للواقع، نحن أقرب للواقع. رح نحكي عن كل هذه المواضيع ومواضيع اقتصادية أخرى، وأيضا عن يعني عن التوجهات لهذا الحراك وكيفية التواصل بين بعض، وكل هذه المواضيع رح نرجع نتحدث نحن وياك، ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود. بالأوقات الحلوة والصعبة العيلة بتوقف حد بعضها. نحن بكابيتال إنشورنس نعمل ذات الشيء. نحن منفهم قساوة الأيام الصعبة ومنعرف لذة الأيام الحلوة. سوا قضينا بكتير وسوا نوقف لنحمي بعضنا البعض ونحتفل بالحياة كل يوم. كابيتال إنشورنس، احتفلوا بالحياة. الخميس يوم سعدك، رجعت دوليب الخز تبرم. يا لطيف يا لطيف دولي دولي يا دوليب، يمكن نربح يمكن نغنى يمكن ورقتنا بتصيب، يمكن نربح يمكن نغنى يمكن ورقتنا بتصيب. يا نصيب الوطن اللبناني، اكيد انت الرابح. جمعية الإمداد لبنان 01-555-717-03-822-054. هلا زواجنا صار لنا. هدول حاملين موت للناس وعم يتنحلوا فيه، بتجيبون كبالين بحبال، وكإنسان حامل مرض وما في أمل منه. تدمير للروح مو للجسم. لو في امل واحد بالمليون كنت اعطيتك فرصه. امك وابوك دموعهم نشفت عليكي. تراقبوا بتشوف وين بدي روحي. بس ما بدي اقتنع انا بالاول. ما راح اطلع بلا ما جوزة. ما يحقد على كل الرجال. يمكن ما كان لازم اسالك هالسؤال. ايه عم شوف كابوس. اذا كانت نهايتك الموت انا بموت على الارض اللي بتمشي عليها. الخط الاحمر، تنين الاربعاء والجمعه 9:30 المساء على شاشه تلفزيون لبنان. من جديد برحب فيكم مشاهدينا، منتابع حلقة لبنان اليوم مع الأستاذ نادي قماش الناشط في مجموعة ثائرون. أستاذ نادي، كنا عم نحكي عن موضوع الحكومة حتى ما كتير نطول، باختصار حضرتكم ميالين أكثر لتكنو سياسية، ليش ميالين أكثر لتكنو سياسية؟ نحن ميالين لأنه نوصل لنتائج، هذا اللي عم نقوله. خايفين بالأساس أن يحبط هذا الحراك وأن يرجع الطبقة السياسية تأكل الحراك، مع أنه بعتقد هذا الحراك استثنائي وصعب أن تأكله، لأنه هذا الحراك خلص أثبت أنه هناك رأي عام لبناني خارج كل المخاوف اللي كانت سائدة سلفا قبل 17 تشرين، وهو قوي كفاية، ومثل ما أثبت بكل لحظات لحد اليوم. إحنا نسبة المشاكل اللي صارت فيه ضئيلة، تكاد تكون معدومة نسبيا لحجم الناس اللي خرجت إلى الشارع، ولكن الحكومة تكنو سياسي نقول، لأنه نحن نعلم أنه هناك آخر شيء في سلطة متجذرة وهناك رأي آخر. وبدي وعلي عبقول وعلي عبقول، ونحن كثائرون نحن ننظر إلى مجمل الشعب اللبناني. يعني نحن نعتبر حالنا مش بس جزء من الحراك، نحن نعتبر حالنا جزء من كل الشعب اللبناني. نلاحظ، نراقب، نشوف هناك بيئة صارت متشنجة ضد الحراك. هذه البيئة المتشنجة عندها هو جزء. طيب أوكي، أنا بدي راعي كل هذه بالهجوم. أنا آخر شيء بدي أقص الاعتصام. هو هذه حالة أخرى، وهذه حالة نحن صاروا متكررة. إيه، وتعرضنا نحن بلحظة تكسر، كنا عندنا بوديوم هونيك تكسر وخيامنا تكسرت، وقلنا هذه الصلبطة، ونزلنا بيان هاي الصلبطة السياسية لا يمكن أن تكون مواجهة لحراك سلمي مثل الحراك اللبناني اللي هو بيعني كل هودي الناس. هذا موضوع بعتقد صار واضح، واللي قام فيه يتحمل مسؤوليته. وهلق نحن اللي عم نحكيه إنه كيف بدنا نوصل بالتالي لما نزيد التشنج ونوصل فيه لنتائج. فتوصل لنتائج لأنه بالنهاية قمنا منشان موضوع اقتصادي. نحن وقفنا عم ننام بالشوارع والناس عندها صرخة جوع حقيقية. طب الناس تعبانة، وهذا التعب
بيؤدي فيها بالمستقبل يعني لحالة من الأحباط الكبير جدا إذا وممكن ترجع لطوائفها أكثر شراسة. يعني دائما الإنسان وقت اللي ما ينجح بعمل حاطط فيه كل آماله وأحلامه قد يعود محبطا أكثر وقد يعود ملزما أن يثبت انتمائه إلى هذه الطوائف ولا هذاك النظام لأنه إذا استشعر ذلك النظام. خليني أرجع لموضوع اليوم من وقت بلش هذا الحراك ب17/20 اتهم على أنه ممول من السفارات أي من الخارج. دلينا فترة ما سمعنا أي موقف خارجي يعني لا فرنسي ولا أمريكي ولا أي موقف إلى أن بعد فترة بعد كم يوم من انطلاق على انطلاق هذا الحراك طلع موقف فرنسي وبالتالي أمريكي ورجع تكرر الموقف الأمريكي من خلال وزير الخارجية الأمريكية اللي كذا مرة أو على بمناسبات متكررة أكد أنه يقف إلى جانب الشعب اللبناني في إشارة إلى أنه وكأنه يدعم هذا الحراك. مؤخرا الموقف الروسي يلي كمان كان عم بيقول انه نحن ندعم استقرار لبنان وانقاذ لبنان، ولكن ما بتلاقي انه بين هالمواقف الدوليه في نحن اليوم عايشين صراع. نحن كلبنان ما كنا شوي يعني ساحه بس مش كثير ظاهره، بس اليوم كانوا محايدينه شوي بالضبط. اليوم ما بتلاقي انه الصراع الروسي الامريكي عم يرجع على الارض اللبنانيه من خلال واجع الناس. انا اعتقد انه هذا الصراع سابق للحراك وهو داعم. يعني المشروع الأمريكي في المنطقة سابق للحراك وسابق لكل هاي السنوات، وهو من زمان بده يضل ورح يستمر. ودائما الدول تبحث عن مصالحها والأمريكي موجود بالمنطقة. نحن آخر شيء كنا مارقين بفترة من الهزام العربي لنا فترة مش قليلة سنوات، وعندنا الحرب السورية وعندنا الحرب اللي قبل منها العراقية وعندنا كل التجربات الإقليمية الموجودة بالمنطقة. إنما كان لبنان بهذيك الفترة شوي ما حدا مهتم له اذا بدنا دوليا، لانه يعني خليني انا اقول لك وجهه نظري، لانه بس في سوبر ماركت مفتوح بالدول المقابله ما حدا بده الدكان اللبنانيه بالعربي. يعني كان في سوبر ماركت قادرين ينفذوا في صراعاتهم بسوريا وبالعراق. هلا بلشت الامور تتغير في الاقليم، وخرجت امريكا بعد خروج الامريكي او الخروج تقريبا شبه الكلي، لانه هم حافظوا بس على موقعهم بابار النفط فقط في الشمال حفاظا لماء الوجه الامريكي. ولكن مع خروج الامريكي لاحظنا انه لا، الهارموني السياسي ممكن بده يطلع عنا بلبنان ترافق مع الحراك. هل الحراك مدعوم من سفارات؟ انا لم الحظ ولم ارى، وكنت عم بشوف بالعكس حاله مختلفه. كنت عم بشوف حقيقه، وهذا الامر موجه وانا بوجهه لكل اليوم متوجسين بالحراك او اللي عم بيقولوا انه هذا الحراك امريكي بالكامل، لا مش هيك الموضوع. كناس موجوده بالحراك من الصعب أن تشير إلى إنسان يأخذ مال من سفارة أو من غيره. أصلاً شو اللي عم بيصير بالحراك؟ خيمة حقها $100 أو $200، أكل وشرب وخبريات بأمنها أي إنسان متحمس. أنا شخصياً مغترب، أمنت مثلاً أول ما أمنت ستيج كان مكلف قليلاً، ولكن أنا اعتبرت أنه أقله أنك تشارك بلحظة وطنية من هذا النوع بشيء ممكن تعمله أنت بحياتك اليومية باحتفال ممكن. فأنت عم تصرف على حلمك الوطني الكبير، وفي آلاف من الناس، في آلاف. إيه صحيح. ولكن يعني أنا بهمني إني أشير لهذا الموضوع إذا بتريد. الأمريكي عنده مشروع اليوم ما في شك، وهذا المشروع اللي ظهر إنه اليوم جيفري فيلتمان بالقراءة مع جيفري فيلتمان اليوم هو موظف في قطر عم يحكي موقف شخصي ما بيعبر عن سياسة الإدارة الأمريكية 100%، بس هو أخذ الأبعاد، لأن جيفري فيلتمان بالعقل اللبناني مرتبط بأضرار اللبنانيين أخذوا لأبعاد أكثر 100%. ولكن آخر شيء الموقف الأمريكي فيك تلاحظوا أنت بالموضوع النقدي والمالي. لبنان رهين اليوم للأمريكي بالموضوع النقدي والمالي، هذا الواقع. الروسي اليوم على وقع ارتفاع اللهجة الأمريكية رفع لهجته بالتالي، لأن الروسي دائما متريف وبيأخذ خطوطه بالعقل. أما ما يحصل في غرف البعيدة في النقاشات نحن لا نعلم بها. أنا اللي بيهمني شغلي أن نبقى صايمين حراكنا بعيدا عن هذه الأمور، وأن نقول الحق حقا. يعني أنا آخر شيء شو بيهمني؟ بيهمني يقولوا للأمريكاني أنه أنت ما قادر، ما إلك دخل تتدخل فيه كحراك بنمط الحراك، ولكن نحن نعلم أنه لبنان، ولا مش بس هيك، وأنت مطالب كأمريكي وكعالم غربي أن لا تشارك بتأزيم الوضع المالي اللبناني. وهذا كمان كتبناه وقلنا نحن لبنان، هذا كتبناه بشكل واضح وقلنا هناك ثوابت وطنية بثائرون. الثابت الوطني الأول أن لبنان ينتمي إلى الشرعية الدولية. بانتمائه للشرعية الدولية بدنا نحكي هذا العالم الغربي بلغة المصالح، أنتم ملزمون أن تؤمنوا لنا حلا ما، أن تساعدونا بحل، وإلا يصبح لبنان حالة، إذا فجر لبنان شو بيصير؟ ألا يصبح منبع للإرهاب؟
قالوا يصبح هذا البلد فوضى لا سمح الله، ان شاء الله اكيد ما بيصير مع هذا الوعي اللبناني. ولكن انت الا تخاف السوري خاطب الامريكي بلحظه ما بهذه الطريقه بلغه المصالح، والتركي خاطب الامريكي والغربي بلغه المصالح، وعلينا ان نخاطب الشرعيه الدوليه بلغه المصالح وان ننتمي اليها. في عندنا ثابت ثاني اللي هو ثابت العدو الاسرائيلي، أن لبنان له الحق أن يقاوم العدو الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة. هذا ثابت وطني، إذا قمزنا عنه بنكون أمام مشكلة حاسبية وطنية. اليوم مطالب الحراك لما طلعت، يمكن شوي عم نشدد على هذا الموضوع، مطالب الحراك وقت طلعت كانت مطالب محقة اقتصادية، في ناس عندها جوع وعندها نقص خدمات، تداعي البنى التحتية الموجودة بالبلد، يعني كل هذه الأمور تجمعت وانفجرت ب 17 تشرين. شوي شوي صارت المطالب مثل ما هلا كنت عم تحكي انه عنا عدو اسرائيلي، وكانه شوي الموضوع بلش يروح على الاتجاه السياسي اكثر، يعني صرنا عم نلاقي لا في عناوين سياسيه عم تبين. طبيعي له علاقه بحزب الله اذا بدك، حزب الله متوجس انه بده حكومه تكنو سياسيه لانه متوجس. طيب بس كمان حقه يتوجس، ما فينا نكون حراك وما نكون عم نقرأ الخارطة السياسية، ما فينا نكون حراك ونحن والله ملتهيين بس انه والله نحن مبسوطين وموجودين. اوكي هذا مظهر جميل جدا عم نعبر عنه كحراك، انه نحن حالي سلمية اخلاقية عالية عالية جدا، يعني نحن تشرفنا بكل معنى الكلمة بحالة وطنية كثير كبيرة كحراك بكل المناطق من طرابلس للنبطية بشكل عام مرورا ببيروت. واذا نحن هون بهذا الموقع مطالب الحراك انه يفكر بالخارطه السياسيه مثل ما هي، هناك توجس عند بعض الاطراف، مش هيك نحن قلنا كفائرون. هات لنحدد الثوابت الوطنيه يا اخوان، بنقول في ثلاث ثوابت ذكرت منهم اثنين، في الثابت الثالث اللي يجب ان يتبناه الجميع، الا وهو انه بعد 17 تشرين هناك لاعب سياسي اساسي وديناميه سياسيه لا يمكن القمد عنه، لا يمكن للسلطه السياسيه مهما كانت متجبره، هي لازم تفكر، مجبرة تفكر، واللي مش عم يفكر منا اعتقد انه واهم انه ما تكون موجودة، لانه اليوم في فريق في فريق, في فريق يمثل اليوم في صوت لبناني اخر مختلف عن ما قبل 17 تشرين، فهذا ثابت جديد اضيف الى الثوابت الوطنية. منهم تتفرع كثير من الهواجس عند الناس من اللاجئين لغيرهم لكثير من النقاط الاساسية، ولكن خلينا نحدد نحن كحراك، وهذا اللي قلت لك بدنا اياه كمحتوى حكومي. انا قلنا نحن بيسائل بنحدد نحن الخطوط العامة اللي بيتفقوا اللبنانيين على العمل تحت سقفها. نرجع ننطلق مباشرة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والقبل منها الأزمة النقدية والمالية، هيك بنكون نحن عم نتقدم، غير هيك نحن بحالة بموضوع الموضوع الاقتصادي اليوم، يعني الخبراء الاقتصاديون عم بيقولوا أنه نحن أصبحنا في الهاوية، أصبحنا في الانهيار، ما عدنا نحن على الحافة. طيب بموضوع عم تقول على الثوابت الوطنية اليوم في عنا إذا بدك أزمة تواصل بين الحراك، يمكن عم يتواصلوا باي سوشيال ميديا، عم يتواصلوا باي واتساب، عم في كثير وسائل عم بيتم التواصل من خلالها بالامور يلي تعنى بكيفيه الحراك، كيف نحن اليوم بدنا نتحرك، بكره شو بدنا نعمل، شو هي الخطه، ولكن على صعيد المطالب وتوحيدها ما في صوره واضحه حتى يطلعوا بورقه، على قليل ينعمل ورقه، نعمل ورقه هلا بذكرك نعمل ورقه وقت الورقه الاصلاحيه اللي اقرت الحكومه مؤخرا قبل ما تستقيل الحكومه، كان في ورقه بعد الورقه الاصلاحيه، كان في ورقه عم تتوزع، ما بعرف هي الورقه مين وزعها، بس ما في تصور واضح عن كل هالناس الموجوده اللي مليون مليون ونص مليونين بالشارع حتى يعرفوا كيف، يعني يمكن اقل العدد، خلينا نكون واقعيين لانه انا بحب اكون واقعي. لا العدد يمكن بمئات الالاف، ما عندي احصاء، يمكن نسال شركات الاحصاء تعطينا اجوبه اوضح. انما هناك حراك فعلي، لا وجود لورقه لانه لا وجود فعلا لتواصل مثل ما انت عم تحكي. هناك مثلا عندنا نحن كثائرون منضويين تحت هيئه تنسيق الثوره، هيئه تنسيق الثوره تتعرض بشكل يومي الى اتهامات مباشره، مجرد في ناس تتهمها لانه اسمها بتربط بالسوريه، ما خطه اكيد لا، لانه هناك كثير من الاطراف الموجوده بهذه الهيئه التنسيق اصلا هي بموقع اخر من ما حصل او من الثوره السوريه، يعني هن ليش ما تنبهوا للتسميه قبل ما انا والله جيت كانت مسميه، بس رجعنا قلنا ما بدنا، يعني مش هي الموضوع المهم، مثل موضوع القبضه مش مهم، يعني صارت الناس تربط الاشارات وتروح على المضمون. لا بس بكل الاحوال، يعني انت بكل تحرك بتعمله بيكون في عندك رمز 100%، ولكن اخر شيء كان هالرمز اصلا، هذا موضوع اخر، رمز كان رمز عادي اليوم حولوه قد ما قوصوا عليه تحول الى رمز شعبي ومتبنى شعبيا وانحمل على الاكتاف. اوكي هذا موضوع يناقش بعلم الاجتماع وكيف تصير الامور. انا بدي اقوله بالنسبه للورقه التواصل بالنسبه للحراك،
الحراك لا ما عنده تواصل جدي، هذه من نقاط ضعفه. الحراك طفل جديد نشأ ما في تواصل جدي، وهناك يعني نوع من الايديولوجيا اذا بدنا نقول او الفكره العامه اللي تكوت احيانا تكاد تكون حاده. قلت لك نحن من الناس اللي يمكن نتوجه يعني عم تتوجه لنا بشكل كثير قاسي، عم نتجاوزها لانه عم نفهم انه اوكي هذا راي الناس والناس عندها خوف، اللي هو التالي: الناس ما بدها قياده بالحراك. اوكي قلنا لهم ما بدنا قياده بالحراك، كتبنا هذا الكلام، هل يمكن ان ننتج ممثلين لهذا الحراك؟ امبارح بس كلنا ممثلين قالوا لنا اوكي لكم بالعراق قالوا الشهداء هن 300 شهيد، يعني شو منجيب ما تعجزنا منجيب عن كل منطقه ممثلين يا جماعه طب خلينا نتواضع شوي ما تعجزونا. نحن قلنا بيكون في ممثلين للحراك، ويتعهد هؤلاء الممثلون ان لا يلعبوا اي دور سياسي بالمرحله القادمه. يعني انا اذا بده يكون في فلان حضرتك ممثل للحراك تتعهد انه انا ما لي دور سياسي، انا فقط امثل الحراك وسيط. لا بده يكون في وسيط يمكن اخر، ولكن امثل راي الحراك. ويمكن نختار وسيط لنحكي السلطه، هذا مرحله بعدين متقدمه. بس ما فينا نضل على جنب بس عم نحكي، طب ما هو اخر شيء هن نقطه ضعف اساسيه والناس ملت، بعد شوي بدها تمل. ممكن نلتقي بايفنت مثل امبارح وطني كبير مهم جدا ونعبر عنه بهالطريقه الحضاريه، ولكن هذا الامر هل يستمر؟ ما عندنا الرفاهيه الكافيه انا برايي تحت المطرقات الوضع النقدي وسندان الأزمة الطائفية أو البنية الاجتماعية تبعنا، ما عندنا كثير من الرفاهية برأينا، ونحن خائفون من هذا الموضوع. ما عندنا رفاهية أنه نص أنه والله يكون عندنا الوقت الكافي أنه بس نطالب ونضل بالشوارع بهذا الشكل. لا، هذا الحراك إذا لم يحسم أمره ويتجه لإنتاج ورقة واحدة فهو أمام خطر أن تزول، أن يزول من الوجود أصلاً. أنا برأيي هيك. الممثلين يعني برأيك إذا أنت هلأ عم تقترح أنه يكون في ممثلين لهذا الحراك، كيف بده يصير؟ يعني ممثل مثلا عن طرابلس، عن بيروت، عن جنوب، عن خلينا نبلش ننتج مشاريع مثل ما نحن عم نحط خطوط، مثل ما غيرنا في كتار قبلنا اصلا واكثر خبره منا، ونعترف في ناس اكثر منا خبره يمكن وفي تصور، ولكن عنده المأخذ انه يتعاطون بين قوسين بمراهقه سياسيه. يعني حتى انا اللي لاحظته انه حتى اللي عندهم تجربه كبيره بالسياسه سابقا عم بيقدموا مشاريع تكاد تكون وهميه، وقلنا لهم نفس الشيء انه انتم بس تقدموا مشروع وهمي رح توصل لمحل الناس ما رح فيكم تحققوا له، كمان رح تحطوها، ما في داعي، خلينا نعقل، نخلي الناس يصير في عندها خطوط عامه تتفق عليها ضمن التناقضات العامه، الراعي فيها الجمهور الذي متوجس من الحراك، ما بدنا نفوت ببعضنا، ليش بدنا نعمل معركه؟ هذا حراك جميل جدا، سلمي، يخاطب كل فئات المجتمع اللبناني، هو ما جاي ينفذ اجنده سياسيه، هو جاي ينفذ اجنده اقتصاديه تدخلنا الى السياسه بعدين، لانه بس يصير في رفاهيه اجتماعيه بس يصير في علو بالمستوى المعيشي عند الناس تلقائيا الامور تختلف. طبيعي. امبارح كنت الذكرى 76 او 76 اوكي للاستقلال، وشفنا مشهدين، يعني كان في عنا احتفالين، هذه لاول مره كانت بتصير انه ساحه الشهداء تغص بهذه الحشود والكل حامل العلم اللبناني فقط، وكان في احتفال رمزي مقتضب في وزارة الدفاع مش لأول مرة، بس ولكن من النادر أن يحصل ذلك. يعني كنا دائما نشوف بجادة شفيق الوزان بيصير هذا الأمر. امبارح شو الرسالة اللي أنتم بدكم كنتوا توصلوها من خلال هذا العرض المدني؟ امبارح الرسالة وصلت بالشكل التالي: لأول مرة بيكون في عرض مدني بهذا الشكل وهو سابقة في التاريخ اللبناني. هذه السابقة قالت لهذه السلطة: أنت في مكانك معزولة، إذا تستمر بهذا الغي أنت معزولة في مكانك، ونحن نمثل الشعب اليوم. كان في احتضان كثير كبير لهذا، وكانت راقية جدا، تعبير حضاري ما في أروع منه، بشعور وطني مرتفع بالوقت اللي كان هونيك في وجوه واجن وشكل بالشكل كنت فيك تقرأ ماذا يحدث. هناك سلطة مأزومة وهناك شعب عارف أكثر شو بده بهذه المرحلة بالإجمال، ولكنه بعد مش عارف يصيغ يمكن مشروعه. فهذا كانت أكبر رسالة، أنه هذه السلطة لا يمكن أن تستمر مثل ما هي وعليها أن تفكر اليوم جديد. اليوم هذا الحراك هل هو يستطيع أن يصيغ مثل ما حضر ذكرت هلأ بما حكيت عن مشروع، قادر أنه يصيغ مشروع بمعزل عن تدخل ما إذا بدك من الآخر خارجي؟ يعني اليوم نحن بلبنان وعينا على التدخلات الخارجية، قادرين أنه ننتج صيغة أو مشروع؟ قادرين أنه نقدر نحكم حالنا؟ هناك حقل الألغام علي أنه يجتازوا هذا الحراك. واحد من حقل الألغام هو التدخل الخارجي، واللي هو الإيحاء دائما بأنك
ويمكن هالإيحاء مجرد إيحاء بس بوجه الآخر. يعني بيجي الأمريكي بيقول إنه أنا بدي مثل ما قلنا بدي حكومة تكنوقراط. بيصير مجرد إنك أنت تقول حكومة تكنوقراط بيصير الآخر يتهمك أنت عميل أمريكي أو غيره. أو إنك تقول تكنوسياسي أنت عميل للسلطة. فإذا هذا مطب ولغم كبير جدا علي أن يتجاوز. هناك تحديات كبيرة جدا. هناك مطب آخر قلنا اللي هو الوضع النقدي. مطب آخر له علاقة بالبنية الاجتماعية التي قد تنفجر في أي في لحظة ما. هذه المطبات على انه هي مطبات صعبه جدا. لهيك انا اذا بدك كلك تصوري انه هذا الحراك سيغير وجهه. مجبر انه يغير وجهه. سيبقى من يفكر بعقل ومن لا يفكر في عقل سيذهب الى اما الاحباط والعوده والنسيان واما قد يكون عامل سلبي بهذا الموضوع. مدعوين انا اقول انه هذا الحراك مدعو امام هاللحظه المصيريه أن يفكر بشكل جدي أن يغير هذا المسار اللي هو رغم شكله الخارجي جميل ولكنه يحمل في طياته الفراغ فراغ المشروع وفراغ المشروع هناك الآخرين كلهم عندهم مشروع. فإذا مصيره يعني مثل الطفل اللي مسكوه لعبة وكسرناها يعني عنا أسا هلق عنا قدرة كبيرة جدا على أن نكون لاعب سياسي من بدء كل شيء بالكلام الكبير. أستاذ نادي اليوم حدثك كتير ما بتلاقي حالك عم تعقلن كتير الأمور. يعني نحن في جو إذا بدك الشعب اللبناني عندما ثار الثار جاع الناس حتى بكى الرجال منهم. نعم. عندما ثار ما كان عم بفكر بهالقد عقلانية لأنه نزلت بتلقائية بعفوية الشارعي عبر عن وجعه. نعم. عقلا مثل الامور برايك انك هالقد تكون عم بتحمل الثوار او اذا بدك المعتصمين او المتظاهرين مسؤوليه مش كتير كبيره هالقد؟ يعني ممكن انه عم تقول لهم انه اذا ما عملتوا هيك رح تندثروا رح لا انا اللي عم بقوله اذا ما عملوا هيك الاخرين اقدر منه. بينما اذا عملوا هيك بتفكير يعني اذا قبلنا بعقلنه الحراك قد ننتج ثوره دائمه في لبنان. خلينا نقول الوجه الثاني الايجابي للموضوع. نحن اذا عقلنا الحراك واخذنا الامور على محمل الواقع نحن بنكون قادرين نعمل ثوره مستدامه في لبنان. هذه الثوره انه في الاف المطالب للبنانيين الاف من الصغيره لكبيره من السياسي للاقتصاد لكل شيء لا يمكن تحقيقها دفعه واحده لكن يمكن ان تصبح هذه الثوره فعل مستدام لان ده خلق الديناميه السياسيه عند الناس اللي كانت قبل عايشه بمزرعه صارت حاسه حالها مواطنين هو مواطنه على شك مشان ما نكون عم فأنا برأيي لا نحن ما عم نحكي يعني أنا عم حس حالي أمرار جيت حتى أوقف بوجهك لقيت حالي شوي عم تعاطف مع بس بكل الأحوال اليوم ذكرت حضرتك أنه السلطة السياسية مأزومة. السلطة السياسية اليوم تبحث يعني كان في دعوات متكررة للحوار من قبل رئيس الجمهورية وهي السلطة التي تبحث دائما عن الحلول يعني تسعى طبيعي في حسابات سياسية كبرى وحضرتك ذكرت منها أنه اليوم حزب الله متوجس أحد الفرقاء السياسيين المتوجسين جدا ولكن هي عم تبحث عن حلول. طيب مش لازم نعطيها فرصة لحتى تقدمنا شو عندها ونطالب بالمزيد؟ نعطت فرصة بأعتقد لا أنا مش لهالدرجة الحين بالموضوع. أنا برأيي سنحضر كل فرصتها للسلطة بصراحة وقلنا شيء مخزي إن بعدها عم يصلنا بالمعلومات إنه هي عم تناقش بعدها حصص فساد بمكان ما. لا هو الويل إذا أتى سيأتي على الجميع ونحن عم نقول فكري كمان أنت بعقلك والعقل كمان تفكيرك للسلطة السياسية ما تفقدي 90 ترجعي الدوري على 10 ضحي بالعشرة هلا ضحي بال20 بال50 وحافظي على 50 هذا الويل إذا سقط السقف سيسقط على الجميع. ولكن السلطة اليوم لحد اليوم نحن لا فعليا لم نلمس أي شيء جدي من هذا القبيل باستثناء بعض الخطابات الأخيرة اللي بلشت تحكي أنه أنتوا فتشوا كمان أعطونا مشروع كنت نفتش فيه. هلا بالواقع ما في ثقة بهذه السلطة بشكل عام يعني الناس ما بتثق ولكن بالنهاية نحن مطالبين أنه نبلور المشروع ونروح نقول هونيك بتبين محك الأشياء. نحن ساعتها بكون على ضغط اجتماعي وعارفين شو بدنا ومتجهين عم نقول للسلطة بشكل واضح وتجاوزنا كل هيدي القشور إذا بدك أنه بتفاوض ما بتفاوض خبريات من النوع وقت يكون في ممثلين متفق عليها شعبيا بتفاوض بس إذا هيك بيطلع حدا بيخونه مباشرة يعتبر خائن للثورة ومنشارة وبيصيروا يربطوا شيء بسترات الصفر وشو عملوا فيهم
وبتصير بتعرف انت على طريقتنا اللبنانيه بالزبط. يعني ببطل حدا امن من الاتهام بالضبط. نحن قبل ما تخلص حلقتنا مش ما يدهمنا الوقت موضوع حضرتك لانه على علاقه بهذا الامر. اليوم الشباب اللبناني قبل ما تبلش ثوره 17 تشرين ما بعرف اذا قبل بسنه تقريبا وقفت القروض الاسكانيه بالبلد، وبالتالي كثير من الشباب يلي كان مرتبط ب بشقه سكنيه تركها، يلي كان مرتبط بنيه الزواج ترك تفكك. يعني صار في عنا مشاكل كثيره، موضوع اسكاني تحول او انعكس على كثير امور حياتيه للناس. ما في قروض، واليوم ما في قروض بالمره، مش بس قروض اسكانيه. يمكن كيف ممكن حضرتك، من حضرتك مطور عقاري كمان، كيف عم تشتغلوا مع هالشباب؟ يعني هل انتم قادرين تقدموا لهم تسهيلات، او بالاجمال يعني حضرتك عندك زملاء بهذا المجال كمان اكيد عم تتعاونوا، او كيف عم بتساعدوا هالشباب حتى يقدروا يشتروا شقه على القليله ولو صغيره انه يقدروا يعملوا حياه ويتزوجوا عائله وتكمل هالحياه معهم؟ بالواقع كانوا المطورين العقاريين تقريبا قسمين رئيسيين، قسم عنده ديون من البنوك، يعني اخذ لونز لفي يعمر، وكان عنده يعني هذا الهامش تبعه كثير ضئيل وكان امام كارثه حقيقيه اقتصاديه في موضوع اشغاله. كان في فئه ثانيه لا، عندها القدره هامش اكثر ببعض الشركات، كنا نحن منهم انه عندنا قدره انه نتحمل اكثر لانه ما كان عندنا قروض اخذينها لنعمر. فنحن مثلا طرحنا بما قبل بالشهرين اللي قبل هودي طرحنا تقسيط لعشر سنوات مباشر لنا بدون فوائد باول مرحله، بعدين بناخذ فوائد، اخذنا اعتبرنا ناخذ 5% فوائد تنازل، يعني بتصير الفائده كل ما يندفع بتنقص. عملنا هيك نوع من الحل وقدرنا نبيعه ساعد، بس مين قدرنا نبيع؟ اللي عنده قدره راتبه يتجاوز ال 1500 دولار. يعني عمليا احنا استهدفنا حقيقه يا اما اللي كان رواتبهم بلبنان عاليه وهن نسبه قليله، يا اما المغتربين خليج وامريكا اللاتينيه وغيره. هودي قدرنا نجد نوع من الحل، ولكنه ليس حل، هو مجرد انه احنا بادرنا الى شيء. هو الحل عند الدوله، اذا لم يكن عند الدوله ليس هنالك حل للاسكان نهائيا. طيب هذا الموضوع كيف انعكس كمان على المطورين العقاريين؟ طبعا اليوم انا اذا مثل ما عم تقول في ناس كانت اخذها قروض، ناس مش اخذها قروض، بس ولكن بكل الاحوال اليوم اذا حدا عنده مشاريع عقاريه وقف سوقه كارثه. كارثه بكل معنى الكلمه على المطور العقاري وعلى المرتبط بالمطور العقاري من كل القطاعات. السوق العقاري يعني لبنان اصلا كان قائم باخر كم سنه على السوق العقاري وعلى النظام المصرفي. هودي اثنين اللي كانوا عاملين رافعة، لأنه لا عنا صناعة ولا عنا زراعة ولا عنا أي قطاع. فكان القطاع العقاري يمثل القطاع الرئيسي إذا بدنا نقول اللي مرتبطة فيه كثير من القطاعات، من اللي بده يتزوج للي بده اللي بده يبيع ديتيلز للعامل المتعهد لكل هودي. ضرب القطاع العقاري أصلا كان جزء أساسي بتفاقم الأزمة اللبنانية واكتشافها فجأة، لأنه لو ضربت قطاع أساسي كان عامل لك نوع من الإنتاجية وكان عندك أسعار إقراض جيدة وبعد فيها استثمار، وقت اللي ضربت هذا القطاع بهذا الشكل اللي هو إجرامي بهذه الطريقة أدت لانكشاف مباشر وسريع للأزمة اللبنانية العميقة اللي عمرها 30 سنة اللي هي أزمة أن لبنان بلد غير منتج، بلد مستهلك، ليس فيه قطاعات إنتاجية. وهيدي الطامة الكبرى وهودي السلطة، هون هي نقطة النقاش الرئيسية بين شعبنا وبين هيدي السلطة الحاكمة اللي أنتجت نظام من هذا النوع وصل لمرحلة السرقة المباشرة. عندي سؤال اخير استاذ نادي قبل ما نختم حلقتنا. اليوم حضرتك ايضا مغترب لبناني، المغترب اللبناني بالعاده بيكون عنده نظره الى بلده مختلفه عن المقيم بلبنان، حبه للبنان حنينه بيكون اكبر، حبه مختلف، بيكون بده يشوفه باحلى صوره، وبيكون اذا ما اندفع اندفاعه بيكون اقوى لانه بيكون عم بيشوف المشهد من برا، بينما اللبناني المقيم قد يكون وصل لمرحلة خلص اختنق فيها، يعني بيقول لك انه انا عن جد مع هذه الثورة ولكن انا ماني قادر اكمل بهذه الطريقة، وعم نسمع هذه الاصوات لانه اذا مكمل وطرقات الشغل ما فيه طرقات مسكرة بنختنق. حضرتك كمغترب لبناني اليوم هل بتفكر ترجع، يعني بعد ما جيت وشاركت عم بتشارك وما زلت بهذه الانتفاضة، انك ترجع تفل من لبنان او كيف هلا تغير تفكيرك؟ كل المغتربين اغلب المغتربين بيجنوا مال وبيحلموا يرجعوا على بلدهم، نحن منهم. 17 تشرين كنت اللي مرتبطين برا بالغربه وعندهم قدره يفلوا، كنت امام خيار وخيار اذا بدك اخلاقي بهذا الموضوع. اما انك تكون فعلا هلا بهاللحظه عم تثبت انك تنتمي الى هذا الوطن قدام اولادك قدام اهلك قدام ناسك قدام اصدقائك،
وإما أنت فعلا كنت تعتبر لبنان مجرد أوتيل فندق تجي تقضي فيه وبتفل، فأنت لست مواطنا ولا تستحق جنسيته. نحن من الناس وغيرنا كثار من المغتربين أخذوا خيار لا هذا وطن ولابد أنك تبادر فيه. من بعد 17 تشرين إذا بدي إذا قدرنا نحقق إنجازات فلا شك إنه هذا الأمر رح يعود بالإجاب على كل المغتربين بكل أنحاء العالم، لأنه قادر فورا نتيجة هذا الحنين الموجود والإيمان بلبنان واللبناني، ما يعني خاصة مش عم نحكي على 20 مليون، عم نحكي على الأقل على 3-4 مليون اللي هني بعضهم بيتفاعلوا مع لبنان بأمريكا اللاتينية أستراليا أمريكا الخليج وغيره. فإذا هودي الناس مباشرة وقت اللي يكون في استقرار دغري بيجيبوا مالهم بيفكروا هون بالاستثمار. أما أنا أعتقد رأيي الشخصي وأنا منهم، إذا انتقلنا إلى مرحلة تشبه المراحل المخيفة فلا أعتقد أنه هناك شيء مشجع. أكيد بدك تفيد الناس، أكيد بدك تفيد الناس. أستاذ نادق ماش، أنا بدي أتشكرك، الناشط في مجموعة سائرون، بدي أتشكرك على هذه الحلقة الحلوة والشيقة معك، على أمل أنه نلتقي ولا مدفل من لبنان تبقى بلبنان ويتحسن وضع أكثر. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. Au style académique, il joue des ciseaux pour séduire des personnalités. Sa principale source d'inspiration.